بعث في كتاب خليفة رسول الله يا خالد. لقد كلفني خليفة رسول الله قيادة الجيش والسير به نحو العراق. هل سنحارب الفرس؟ أجل يا ضرار، سنحاربهم إذا وقفوا في طريق دعوتنا ومنعوا الناس من الاستجابة للخير الذي تحمله. يا مرحبا بالجهاد، هذه اللحظة التي كنت أتوق إليها منذ زمن. أقدر لكم حماستكم هذه للجهاد، لكن لا تنسوا أن علينا الاستعداد جيدا لهذه الحرب، لأننا سنحارب أقوى الجيوش على هذه الأرض. صدقت، سيمدنا الله من عنده بنصر إن شاء الله. ولقد أمر الخليفة أن أخير الجند بالبقاء معنا أو العودة إلى ديارهم. رافع، تولى أنت هذه المهمة، قم بتبليغ الجند ما أمر به خليفة رسول الله. حالا يا أبا سليمان. يا يزيد، إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك، فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك. فعليك بتقوى الله، فإنهم يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك، وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له، وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله. وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عندك وهم جاهلون بك، ولا ترينهم دواخلك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، ولا تجبن فيجبن الناس، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. اختار معظم الرجال العودة إلى الديار، ولم يبقى في الجيش سوى 2000 مقاتل. إن الجنود متعبون وبحاجة إلى الراحة. سأكتب إلى خليفة رسول الله شارحا له الأمر وطالبا منه المدد. هل ستمد خالدا بالجند يا أبا بكر؟ سأمد جيشه بالقعقاع، وسأمد جيش عياض بعبد بن عوف الحميري. أتمد رجلا انفض عنه جنوده برجل واحد؟ هذا الرجل بألف رجل، ولن يهزم جيش فيه مثل القعقاع. استعد للحاق بجيش خالد أيها القعقاع. كثيرا ما سألت نفسي لما يحتفظ الصديق بالقعقاع وبعبد بن عوف الحميري في المدينة؟ يثق بهما ثقة لا تدانيها ثقة. لقد أرسل خالد بن الوليد يطلب المدد فأرسل إليه القعقاع. جيشان يهاجمان أعتم مالك الأرض يستنجدان، فيرسل إلى خالد القعقاع وإلى عياض بن غنم عبد بن عوف الحميري. إنها سبيقة لم أسمع بمثلها في حياتي. هذا الرجل بألف رجل، ولم يهزم جيش فيه مثل القعقاع. أنتما مرة أخرى؟ ألم ينظر الصديق في شكواكما؟ بلى، لكن استجدت لدينا مشكلة أخرى. وما هي؟ لدي ولد صغير وأبوه يريد أن يضمه إليه بعد أن طلقني. إنه بضعة مني، لا أقدر على فراقه. لا عليك، سأخبر الخليفة بذلك. أم عاصم؟ هل خليفة رسول الله في الداخل؟ أجل، هل لك من حاجة؟ ابني لا أقدر على فراقه، وعمر يقول إنه أحق به مني بعد أن طلقني. لا أدري ما أقول لك يا أم عاصم، ولكن عمر في الداخل. هيا بنا، والله سوف يقضي لعمر،
فهو رفيق دربه ولن يخذله. الله المستعان. ادخلي يا أم عاصم ادخلي. خليفة رسول الله قضى لي به وقال لعمر هي أعطف وأرحم وأحن وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. يقضي لك على رفيق دربه وأحب صحبته؟ ما خاب ظني فيه يوما حفظه الله وأدامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. من دواعي فخري وسروري أن أقاتل الفرس تحت راية سيف الله خالد بن الوليد. بل تحت راية الإسلام. ألم يرسل الخليفة سواك؟ أنا مددك يا خالد. ونعم المدد يا قعقاع. السلام على من اتبع الهدى. ألا تعرفون طريقة أخرى للسلام أيها الأعرابي؟ نحن دائما نقتدي بسلوك نبينا الكريم وتعاليم ديننا الحنيف. وهل دينكم يعلمكم ألا تنحنوا عند لقاء الملوك والقادة؟ يعلمنا ديننا ألا ننحني إلا لله عز وجل. هات الرسالة. خالد بن الوليد إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة. أما بعد، أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. أقسم بالنار المقدسة إني سألقنه درسا لن ينساه. اغرب عن وجهي قبل أن أضرب عنقك. هيا. هل من تغيير في الأمراء يا خالد؟ لا، ابقى أنت على المقدمة. وعلى المجنبات عدي بن حاتم الطائي وعاصم بن عمرو التميمي. أما على الساقة فبسر الجهني. سينصره الله ولن يخذل جيشا فيه خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل، وبهم نرجو نصر الله الذي نعتمد عليه أولا وأخيرا. آمين يا رب العالمين. من ذاك الفارس؟ إنه القعقاع بن عمرو التميمي. تذكر هذا الاسم. سنلتقي هنا في الحفير. ستكون أنت وجندك في المقدمة، ثم تنطلق فرقة عدي بن حاتم الطائي، ثم ألحق بكم أنا مع الجند. وكم المسافة التي ستفصل بيننا؟ مسيرة ليلة واحدة. مضر تنتظر أميرها أيها القعقاع. لم أفهم. وزعت الأمراء على الجند واحتفظت بمدر لك، فأنت أهل لذلك. لك الشكر أيها الأمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بمطر بن فضة. أصدقين القول يا أم القعقاع، هل ذهب القعقاع إلى العراق لقتال أهل فارس؟ نعم. يترك القعقاع والدته ويتجه للجهاد في سبيل الله ونحن مقيمون هنا؟ لا والله، لا يستقر بنا الرحال إلا في العراق. استأذنك يا أم القعقاع. هيا بنا. ما زلت تتحرك بين النباج والحفير والكاظمة، ألم تجد مكانا مناسبا للجيش حتى الآن؟ أريد من هذا التحرك إنهاك الفرس، فهم مثقلون بالدروع والسلاح، لا يقدرون على الحركة بسهولة، وعندما ينهكون تماما نهاجم. لكن هرمز سبقنا إلى كاظمة ونزل على الماء. هذا ما توقعته من هرمز، سنحط أثقالنا بمواجهتهم ونجالدهم. لعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. أيها المؤمنون، لا
أن يحفظ الله قوما خرجوا للجهاد في سبيله. فالصبر الصبر، أعاننا وأعانكم الله. أين خالد؟ اخرج إلي يا خالد. ها أنا ذا يا عدو الله. Thank you.
كان الانتصار في معركة كظمة مدويا، أعطى المجاهدين المزيد من الثقة في النفس والتصميم على التوغل أكثر في أرض العراق، وهذا ما حدث. انتصر جيش خالد في معركته الثانية ضد القائد الفارسي قارون، كما انتصر في المعركة الثالثة التي سميت معركة النهر، وأبيد جيش الفرس على آخره في تلك المعركة. وأخيرا وصل جيش خالد إلى الحيرة، عاصمة العراق العربي، ودخل الحيرة بعد إبرام معاهدة اتفاق مع العرب الذين يقطنونها. وصارت الحيرة مركز قيادة خالد بن الوليد في العراق، وتراجعت حلول الفرس نحو الشرق والشمال الشرقي. ولعل انتصارات خالد في العراق لم تكن تقل أهمية عن انتصارات الجيوش الإسلامية في الشام، ولهذا السبب سمي عهد الخليفة الصديق عهد الفتوحات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يعز الإسلام وأهل الإسلام عزا متينا، وأن يفتح لهم فتحا مبينا. لقد بلغني أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكية، وأنه بعث إلى أهل مملكته فحشرهم إليه، وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول. وقد رأيت أن أعلمك بذلك لترى فيه رأيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين صرت في جمع القرآن؟ شرفت على النهاية، مذ علم المسلمون رغبة الصديق في جمع القرآن وهم يتسابقون إلى المساعدة. كل من لديه جريد نخل أو رقعة جلد أو عظم كتف أو غيره مكتوب عليه من القرآن شيء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا به. وهل بقي شيء؟ تتبعت آياته حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مكتوبتين مع أحد غيره، وهما تقولان: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. لكنني سمعت أنك تشترط شاهدين، فلا تقبل من أحد شيئا إلا إذا كان معه شاهد آخر يشهد أن ما أحضر إليك كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صدقت، فإن هذا شرط أعلنته والتزمت به، ولكأن برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر من وراء الحجب حينما حدثنا أن شهادة أبي خزيمة بشهادة رجلين. ويوم أحطنا بالقصور تتابعت على الحيرة الروحاء إحدى المصارف، حططناهم منها وقد كاد عرشهم يميل بهم فعل الجبان المخالف، رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق المنايا حول تلك المحارف. الحمد لله الذي أخضع لنا الحيرة، وأن كنت أمل أن يكون أهلها قد اختاروا الإسلام بدل الجزية. ستكون قاعدة لتحركاتنا، منها ننطلق وإليها نعود. وما هي وجهتنا التالية؟
الأنبار، ثم عين التمر ففيها حاميات فارسية عربية كبيرة. متى ننطلق؟ سننطلق نحن، أما أنت ستبقى هنا. لماذا؟ لابد للحيرة من أمير يدير شؤونها ويحميها، وأنت أجدر من يقوم بذلك. أبا ليلى، أشرف على إرسال الغنائم والهدايا إلى خليفة رسول الله. أيها القائد، عمرو بن بقيلة. يا عمرو، خيرناك بين الإسلام والجزية فاخترت الجزية. كيف يفوتك فضل الإسلام وأنت في قومك توصف برجاحة العقل؟ ما هذا يا عمرو؟ هذا وأمانة الله سم يقتل في الحال. ولما تحمله؟ خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت، والموت أحب إلي من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي. لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. بسم الله خير الأسماء، رب الأرض ورب السماء، الذي لا يضر مع اسمه ضار، الرحمن الرحيم. الفرس يضيقون الخناق على عياض بن غنم بعد اجتماع فلولهم المهزومة قربه. لما لم ينطلق إليه خالد فورا قبل الأنبار وعين التمر؟ لو فعل لوقع بين عدوين، الفرس عن يمينه والروم عن شماله، حتى أن خالدا أرسل رسالة قصيرة جدا إلى عياض يقول فيها: من خالد إلى عياض إياك أريد. ومن استبقى خالد على الأنبار؟ استبقى الزبرقان بن بدر حكيم بني تميم، ويبدو أن الفرس علموا بترك خالد الأنبار. هذه رسالة الزبرقان. أبا ليلى، أبلغ عبد بن فتكة وعروة بن الجعد بالانطلاق فورا إلى الأنبار لمساعدة الزبرقان بن بدر، وأن يعملا ما استطاعا لإعاقة الفرس ومناوشتهم حتى يصل جيش خالد فجل الجيش معه، وأن يبذلا جهدهما لإفشال خطتهم بالمناوشة. هذا الرجل البائس من أهل الحيرة لديه مظلمة. ما اسمك؟ إياس بن مرة. من ظلمك؟ أنا رجل دمي لا أملك قوت يومي، ضربني الموكل بالجباية لكم لأني لم أستطع دفع ما ترتب علي. والله لتضربنه كما ضربك إن كان ما تقوله صحيحا. لكن عامل الجباية مسلم وهذا الذمي، وهذا أذى على الاقتصاص منا. أبا ليلى، إن للناس علينا ذمة وعهدا، فإذا لم نعمل بما حض عليه ديننا وما عاهدناهم عليه حق لهم التنصل من عهدهم. إن كان هذا العدل هو ما ينص عليه دينكم فأنا أول المؤمنين به. والله لا نبغي مالكم ولا أرضكم، جل ما نبغيه هو إعلاء كلمة الله ونشر دينه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن تكون لك حمر النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، بلغني كتابك، تذكر فيه أن ملك الروم قد تحول إلى أنطاكية،
وإن الله ألقى الرعب في قلبه من جموع المسلمين، فإن الله له الحمد قد نصرنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب، وأمدنا بملائكته الكرام. فإذا لقيتموهم فانهد إليهم بمن معك وقاتلهم، فإن الله لن يخذلك. وقد نبأنا الله تبارك وتعالى أن الفئة القليلة منا تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، وأنا مع ذلك ممدك بالرجال إثر الرجال حتى تكتفوا، ولا تحتاج زيادة إنسان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أيدك بنصره وأعادك إلينا سالما غانما يا أبا سليمان. حسنا فعلت وأنقضت الأنبار. انطلق الآن مع أبي ليلى إلى روزبة في الحصين وزر مهرة في الخنافس. بأمان الله. إن شاء الله. أما بعد، فإن إخوانكم من المسلمين معانون، مدفوع عنهم مصنوع لهم، وقد ألقى الله الرعب في قلوب عدوهم منهم، وقد اعتصموا بحصونهم وأغلقوا أبوابها دونهم عليهم، وقد جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من بين أياديهم حتى نزل قرية من قرى الشام في أقصى الشام، وقد بعثوا إلي يخبرونني أنه قد وجه إليهم جندا من مكانه ذلك. فانتدبوا رحمكم الله مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، واحتسبوا في ذلك الأجر والخير، فإنكم إن تنصروا فهو الفتح والغنيمة، وإن تهلكوا فهي الشهادة والكرامة. يا ابن أخي، لا تطعنن طعنة ولا تضربن ضربة إلا وأنت تريد بها وجه الله، واعلم أنك خارج من الدنيا رشيدا، راجع إلى الآخرة قريبا، ولن يصحبك من الدنيا إلى الآخرة إلا قدم صدق قدمته أو عمل صالح أسلفته. أي عم، لا تخافن مني غير هذا، إني إذن لمن الخاسرين إن جعلت حلي وارتحالي وطعني برمحي وضربي بسيفي رياء للناس. جزاك الله كل خير. ماذا أوصاك خليفة رسول الله؟ قال لي: يا هاشم، إنما كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره، وكنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه وبخبرته، فإن لقيت عدوك فاصبر وصابر. سترافقك دعوات المسلمين، سر على بركة الله. ألا أبلغا أسماء أن حليلها قضى وطرا من روز مهر الأعاجم. غداة صبحنا في حصيد جموعهم لهندية تغري فراخ الجماجم. انتصر المسلمون في الفراض على ضفة الفرات على حاميات الروم والفرس التي اجتمعت معا، وبذلك استقر الوضع لخالد بن الوليد في العراق تماما. فذهب سرا وأدى فريضة الحج ثم عاد إلى الحيرة، وكانت أخبار الانتصارات في الشام تتوالى، وأفادت الأنباء القادمة من يزيد وأبي عبيدة عن تجمع كبير لقوات الروم قرب اليرموك تمهيداً للانقضاض على جيوش المسلمين في معركة فاصلة. لقينا بالفراض جموع روم وفرساً غمها طول السلام، أبدنا جمعهم لما التقينا وبيتنا بجمع بني رزام، فما فتئت جنود السلم حتى
رأينا القوم كالغنم السوام. إن كنت قد عتقتني لأقيم معك وتمنعني مما أرجو فيه الخير لنفسي أقمت معك، وإن كنت عتقتني لأملك نفسي فأضرب فيما ينفعني، فخلي سبيلي كي أجاهد في سبيل ربي، فإن الجهاد أحب إلي من المقام، ولا أريد أن أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هواك في الجهاد فلم أكن لآمرك بالمقام، بل كنت أريدك للأذان، وإني أجد لفراقك وحشة، فإن كان لابد من التفرق فرقة لا لقاء بعدها أبدا حتى يوم البعث، فاعمل عملا صالحا يكن زادك في الدنيا ويذكرك الله به ما حييت، ويحسن لك به الثواب إذا توفيت.